وكان مشاهدين فريق الأخبار بالبريمي قد قام بتغطية لهذه القضية من خلال تسليط الضوء على موضوع الطفلة وأيضا معرفة تفاصيل العثور عليها ونقلها إلى مركز رعاية الأطفال، فيما شهدت القضية مشاهدين تداولا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الأخرى، والتي اعتبرت وفق الكثير من المغردين أنها غريبة على مجتمعنا العماني. وحول آخر التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف النقيب حمد بن هاشم القريني من شرطة عمان السلطانية. النقيب حمد، لو اتضعنا في آخر التفاصيل حول هذه القضية. نعم طبعا، حادثة الطفلة المفقودة في محافظة البريمي بعد أن استطاعت قيادة شرطة محافظة البريمي من التوصل لملابسات القضية، قضية الطفلة التي تم العثور عليها في حديقة البريمي بتاريخ 16/5 بدون وليها، حيث تعود التفاصيل إلى دخول امرأة من جنسية خليجية برفقة ابنتها إلى السلطنة ولاية البريمي تحديدا. وكانت هذه المرأة على معرفة بمواطن عماني مهد لها طبعا الإقامة في البريمي باستئجار أحد الشقق في محافظة البريمي لعدة أيام. طبعا بعد هذه الفترة يعني اختلقت هذه المرأة قصة أنها ملزمة بتنفيذ حكم صادر بحقها في دولة خليجية أخرى غير موطنها الأصلي، على أن تقوم هي بتنفيذ فترة العقوبة المقررة عليها ثم تعود فيما بعد لأخذ ابنتها. طبعا غادرت السلطنة بعد هذه الفترة وانقطعت وسيلة الاتصال بها بعد أن كان المواطن الذي آوى الطفلة يحاول الاتصال بها ليجد نفسه في حيرة من أمره في كيفية التخلص من هذه الطفلة التي يعني أصبحت فيما بعد عبا عليه. طبعا أرشده دليله لأن يقوم أو يتفق مع امرأة عمانية بأن تدعي أنها وجدت هذه الطفلة في حديقة البريمي بدون ذويها وتقوم بأخذها إلى مركز الشرطة، وهذا طبعا ما تم. طبعا مركز شرطة البريمي اتخذ كافة الإجراءات التي تعلمونها سواء كانت مع الادعاء العام أو وزارة التنمية الاجتماعية لأن تكون هذه الطفلة في رعاية واهتمام. طبعا قد تكون هناك ما زال هناك أيضا البحث جاري عن تفاصيل أخرى قد تكون لها علاقة أيضا بحالة فقدان هذه الطفلة، وما زال أيضا هناك جهد بيبذل لمعرفة تفاصيل أكثر. نعم النقيب حمد، تحدثت على أن الأم هي من جنسية خليجية، ماذا عن الأب هنا؟ نعم، الأب طبعا ينتمي إلى الجنسية العمانية، هو مواطن عماني قام بإيواء هذه المرأة وأيضا إيواء الطفلة لفترة زمنية، بعد ذلك تخلص منها بهذه الطريقة التي ادعاها أنها ادعت المرأة أنها وجدتها في حديقة البريمي بدون ذويها. ذكرت أن الأب عماني، الآن في هذه الظروف ما هي المرحلة القادمة بالنسبة للطفلة؟ نعم طبعا راح يتم أيضا أو يستمر البحث سواء كانت مع جهات أخرى خارج السلطنة للوصول الأم الحقيقية لهذه الطفلة، وهذا طبعا عمل قد يحتاج إلى وقت وتنسيق أيضا مشترك. طيب الآن ما هي، قد نتحدث عن العقوبات المحتملة التي تقع على ذوي هذه الطفلة في قادم الوقت؟ هو إلى حد الآن يعني من هو ولي هذه الطفلة يعني غير معروف، وبالتالي يعني من قام بإيواء هذه الطفلة بطريقة غير مشروعة قد ينظم قانون العقوبات العماني مثل هذه التصرفات بدون أخذ إذن مسبق من سلطات الاختصاص. تحدث البعض النقيب حمد عن أن العثور على الطفلة تم في حديقة عامة، هنا السؤال الآن لماذا لا يتم وضع كاميرات للمراقبة في مثل هذه الأماكن العامة خصوصا بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؟ نعم هذا مطلب، وقد يكون إن شاء الله تعالى بعد هذه الحادثة أيضا قد تكون هناك ضرورة فعلا ملحة لوجود هكذا تغطية في هكذا أماكن قد تحدث مثل هذه المخالفات فيها. إذن أنت تؤكد، هل تؤكد بأن والد الطفلة هنا في هذه القضية عمانية الجنسية؟
نعم، حسب ما ورد من قيادة شرطة محافظة البريمي بعد التوصل، يعني أنا أقصد أنه من آوى هذه الطفلة، من قام بإيواء هذه الطفلة وليس والدها، من قام بإيواء هذه الطفلة هو عماني الجنسية. نعم. إذن من قام بإيواء هذه الطفلة عماني الجنسية وليس والد الطفلة الفعلي، أليس كذلك؟ نعم، من قام بإيواء هذه الطفلة هو عماني الجنسية. نعم. إذن من هو الأب الفعلي لهذه الطفلة النقيب حمد؟ إلى حد الآن مجهول طبعا، وما زال يعني قد تكون هناك أيضا تفاصيل أخرى قد تتضح مع قادم الوقت. إذن كل الشكر النقيب حمد بن هاشم القريني من شرطة عمان السلطانية.